طموح السعوديه في ان هي تستضيف كاس العالم سنه 2034 خلاها تبدا من دلوقتي في تصميم اكبر الملاعب للحدث المهم ده. فهنلاقي استاد الملك سلمان الدولي واللي بيعتمد المفهوم المعماري للاستاد على التناغم مع ذاكره المكان اللي كلها مناظر طبيعيه جبليه بتتكامل مع المساحات الخضراء، مع طبعا الالتزام بالاستدامه الدائمه والطموح في ان الاستاد يكون مكان مبدع في العماره الرقميه العالميه. استاد الملك سلمان الدولي واللي المفروض انه هيتيه من تنفيذ سنة 2029 هيكون موجود في شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان جنب حديقة الملك عبد العزيز، بيهدف تصميمه المستوحى من الارض الجبلية اللي بتتشقق عشان تكون في اتصال مع حديقة الملك عبد العزيز من خلال ربطها بالوادي اللي بيخترق الحديقة المحيطة بالملك والمساحات الخضراء. تصميم الاستاد فيه مساحات كبيرة من الجدران والاسقف الخضراء واللي هنلاقي انها بتمتد على مساحة 96500 متر مربع، وده مش بيعزز الجاذبية الجمالية للاستاد بس، لا ده بيتماشى كمان مع اهداف الاستدامة البيئية اللي بتنتهجها السعودية في رؤيتها 2030، وبيشكل التكامل مع حديقة الملك عبد العزيز ميزة أساسية في التصميم من خلال الاتصال عن طريق وادي يتقاطع مع الحدائق المحيطة والمساحات الخضراء، وده بيدي تجربة جديدة للزوار بيقدر من خلالها يستكشفوا ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية من فترة الملك عبد العزيز لفترة الملك سلمان. وبيتميز الملعب كمان ان هو فيه انظمة تبريد مستدام مع وجود شاشات داخلية عشان كل الجميع تقدر تتفرج، بالاضافة لوجود حدائق داخلية ومسار للمشي موجود على سطح الملعب واللي هيكون بيطل على حديقة الملك عبد العزيز، وده هيوفر تجربة استثنائية للزوار واللي بدوره هيرفع مستوى جودة الحياة بمدينة الرياض وهيعزز التصنيف العالمي للمدينة عشان تكون واحدة من بين أفضل المدن الملائمة للعيش في العالم، في وجود أيقونة رياضية عالمية مميزة قادرة على استضافة الأحداث المحلية والدولية الكبرى من خلال استهام ذاكرة المكان ودمجها مع عناصر التصميم الحديث. وبس كده النهارده، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه وعايزين تعرفوا اكتر عن ذاكره العماره تعملوا شير ولايك وسبسكرايب لو احنا على اليوتيوب، وفولو لو كنا على الفيسبوك او الانستجرام. سلام.